استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حيث استعرض سموه جملة من الموضوعات الخاصة بالأمور التشريعية والسبل الكفيلة بجعل مسارها موازيا ما بين المصلحة الوطنية وصالح المواطن. وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في المسيرة الديمقراطية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله، مشيدا سموه بما يبديه مجلس الشورى من حرص على الارتقاء بالمنظومة التشريعية وجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التطورات والمستجدات المالية والاقتصادية العالمية ومحققة لمصلحة المواطن. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استمرار الحكومة في التعاون مع السلطة التشريعية والارتقاء بآفاق هذا التعاون إلى المستويات التي تحقق طموحات وتطلعات الجميع، شاكرا ومقدرا سموه لمعالي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس ما يبدونه من حرص على التعاون البناء مع الحكومة. وقد رفع معالي رئيس مجلس الشورى خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيهات سموه الدائمة للمعنيين بالحكومة بالتعاون مع مجلس الشورى، مؤكدا أن هذه التوجيهات الكريمة قد جعلت التعاون بين السلطتين علامة فارقة في المسيرة البرلمانية.